ننتقل للانتخابات. انتخابات مجلس النواب، تواصل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج تلقي مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2020. تستمر 140 لجنة في مقرات البعثات الدبلوماسية في 124 دولة في تسلم المظروفات حتى الساعة 9 مساء مساء اليوم بالتوقيت المحلي للبلد محل الاعتماد، وذلك وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات والتي حددت 3 أيام الأربعاء والخميس والجمعة لتصويت المصريين في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي تشمل 14 محافظة في الداخل. يأتي ذلك في الوقت الذي تتابع فيه غرفة عمليات وزارة الخارجية وعلى مدار الساعة إجراءات تصويت المصريين في الخارج. عبر الهاتف ينضم إلينا السفير نبيل بدري، مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، أهلا بحضرتك. أهلا بك. من خلال ما تابعته حضرتك وما نتابعه طبعا على مدار اليومين الماضيين أيضا، حالة من التنسيق بنشهدها، يمكن غرفة عمليات وزارة الخارجية زي ما قلنا في الخبر على مدار الساعة بتعمل في أيضا حالة من التنسيق بين البعثات مع مؤسسات البريد الحكومية ومع وحدة الدعم الفني التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، إزاي بتعقب على المشهد ككل؟ الحقيقة أنا أريد أن أبدأ بأن أنا أنوه عن قضية استخدام وسيلة البريد، وهي وسيلة عملية وفعالة وفعلا تتفق مع الواقع. أريد أن أقول أن المصريين في الخارج الذين يتواجدون في عدد ضخم من الدول، تقدر أعدادهم بحوالي 10 أو أقل. المهم هؤلاء المصريين بالتأكيد يتواجدوا في ظروف كثيرة وفي مسافات متباعدة، ولم يكن واقعيا في حالة من الأحوال المطالبة لهم بالانتقال في جميع الاحوال وفي جميع الظروف. الانتقال خصوصا اذا تحدثنا عن دول مثل الولايات المتحده، استراليا، حتى دول اوروبيه او حتى دول عربيه. الانتقال اولا استهلاك الوقت، استهلاك مصاريف تصاحبه وما يدفع ذلك. اذا قضيه البريد وما طرح في هذا في حقيقه تعتبر تطور هام اخذت به وزاره الهجره، واريد ان انوه عن هذا الامر باعتباري اولا عاكسا لواقع مفيد ويساعد المصريين في الخارج. الامر الثاني انه يمثل نقله نوعيه من حيث التعامل الواقعي مع قراءه اوضاع المصريين في الخارج. يعني قضيه المصريين في الخارج قضيه تطول وزاره الهجره ووزاره الخارجيه تبذل جهودا مستفيضه عبر سنوات وسنوات. ربما اتيح لي بصفتي الشخصيه أن أتعامل وكنت سعيدا لذلك وعلى علاقة طيبة جدا بالمصريين في الدول أو في دول ما عملت فيها. أنا عملت في الولايات المتحدة، البرازيل، أستراليا، الأردن، كلها دول فيها وغيرها طبعا. إنها كلها دول فيها جاليات مصرية. الجاليات المصرية هنا ينبغي النظر إليها من عدة زوايا. أولا هم مصريون، اثنين يهمنا التواصل معهم، ثلاثة من حقهم الطبيعي أن نوفيهم كل الرعاية وكل الاهتمام المشروع وأن نطلعهم أولا بأول على ما يحدث في بلدهم الأم من تطورات. هذه الأمور كلها ليست أمورا راكدة أو نتعامل مع أجسام لا تتطور ولا تتغير. أولا نوعية التواجد أو نوعية المواجد تختلف، يعني في الدول العربية يختلف عن مثلا في الدول الأمريكية. هنا طبعا مستوى قد يتفاوت بحيث الثقافة، بحيث التجربة إلى آخره. المجتمع الذي يعيش فيه أيضا يختلف، الإمكانيات تتفاوت. ومن ثم أريد أن أؤكد على أهمية التواصل بطريقة فعالة، واسمحي لي هنا أن أؤكد من واقع الإخلاص التام بطبيعة الحال والحب التام ليس فقط للوطن إنما لهؤلاء المغتربين، أن قضية التواصل دي قضية ليست سهلة تماما، لأنه نحن نتعامل مع أنماط كثيرة في ظروف متغيرة. ينبغي أن يكون هذا التواصل ليس مقتصرا على فترات محدودة، إنما يمثل سياقا عما يطلعون فيه على أحوال البلد. الأمر الثاني الذي استجد وينبغي التنويه عنه والإشارة إليه هو الحملات الطارئة التي توجه ضد مصر، وأنتم على علم وكلنا على علم كامل.
الانتخابات الحاليه اللي حضرتك تتحدثي عنها انتخابات مهمه، لانها تمثل بالتاكيد اولا تجربه التواصل البريدي، النقله النوعيه في النظره العمليه الى التواجد المصري ومحاوله تيسير الامر على المصريين. الامر الثالث انا متاكد ويواثق تماما من المتابعه الجاده والمهمه التي ستقوم بها كل الاجهزه المرعيه والمعنيه في مصر في قضايا المصريين في الخارج، انتخابات او تواصل على المدى القصير والطويل في آن البحر. نعم. قضيه مهمه جدا. نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق على كل ما تفضلت به من حديث، شكرا جزيلا لك.